نوستالجيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. هناك ارتفاع في عدد الحالات المسجلة، سجلنا ارتفاع كذلك في عدد حلقات العدوى اللي هي عنا حلقات عدوى مرتبطة ببعض أماكن العمل، ومن بين حلقات العدوى هي حلقات العدوى في بعض المستشفيات وفي بعض الأقسام. هناك عملية تقصي نشيط للحالات هذه قاعدة تصير للقيام بتطبيقها، وأهم حاجة نحب نركز عليها هي تطبيق الإجراءات الوقائية اللي هي أهم، ما عندناش وسيلة أخرى حاليا كان تطبيق الإجراءات الوقائية. إذا احنا قاعدين نتبع في الوضع الوبائي، هناك مؤشرات تدل على الانتشار السريع للفيروس هذا، مش كان في تونس بركة، في العالم الكل، هو يخص خاصة الفئة العمرية، هما الشباب، معناتها الأشخاص اللي الأعمار نتاعهم تتراوح بين حوالي 30 و 50 سنة الأغلبية نتاعهم. عندنا الأغلبية نتاع الحالات هما تم اكتشافهم في نطاق تقصي المخالطين. بدينا نشهدوا ارتفاع في عدد الحالات اللي عندهم أعراض، بدات خاصة في الأسبوع اللي تعدى، وهذا شاهدناه حتى مع لي زابيل سامي اللي بداوا يكثروا أكثر. وإحنا قاعدين نقوم بعملية التقصي كما قلنا لكم، وإن شاء الله بتعزيز القدرات الميدانية اللي بالإجراءات اللي تم اتخاذها حاليا وتعزيز القدرات المخبرية نواصلوا في عملية التقصي المبكر وعملية الاكتشاف المبكر للحالات. وأهم حاجة إحنا نوجهها للتوانسة الكل إنهم يلتزموا بالإجراءات الوقائية. كيف يبدأ شخص عنده الأعراض ماذا بينا يلتزم، يقعد في يلزم داره، يعزل روحه حتى نقوموا له بالتحاليل اللازمة ونعطيه النصائح اللي لازم ياخذها باش هكاكا ما يساهمش في إنه ينشر الفيروس هذايا لأشخاص آخرين. هذه هما الإجراءات الوقائية العامة: غسل الأيادي بالماء والصابون، التباعد الجسدي، لو بور دو ماسك الحمد لله هو توا إلي أوبليغاتوار. هذه هما الإجراءات اللي عندنا، وظل كيف نكثفوا جهودنا الكل وأنتم كيف توصلوا المعلومة الصحيحة هذه بقدرة ربي. نحاولوا مثلا كما العالم الكل، راهو العباد الكل قاعدين نحضروا في رواحنا، خاصة الفترة الجاية اللي هي تويكا باش تكون يمكن صعيبة مع العودة المدرسية. اليقظة الصحية هي في أوجهها، قمنا بتعزيزها، وهذه هما الطريقة اللي عندنا. احنا عندنا عملية متابعة وتقصي نشيط وتطبيق إجراءات اللي هو نخدم عليه، وإذا كان نشوفه كيف احنا ندخله بسرعة وكيف احنا نقوم بتطويق الحالات، إذا كان حالات مجمعة بسرعة وحلقات العدوى قاعدين نكتشفوا فيها حاليا، احنا نقوم بأكثر من 80% من التقصي للمخالطين، واللي هو في كان نشوفوا معناتها اللي شنو تنصح به منظمة الصحة العالمية، تقول لك نعتبروا اللي فما إمكانية لتطويق الوضع إذا كان نقوم بعملية تقصي للمخالطين فوق 80%. احنا في تونس عندنا نقوم بها بالحق، فما معناتها تدخل سريع للتقصي، عندنا شويه انديكالاج اللي هو حتى اوني هو انترناسيونال، وكان تاخذوا لي بي لي بلو ديفلوبي عندهم ترجيع معناتها النتائج نتاع التحاليل يتم من بين 3 أيام واسبوع. احنا قاعدين نحاولوا باش نرجعوا، كنا قبل الحق نرجعوا يوميا التحاليل نتاعنا اللي تصير في اليوم ترجع في اليوم نفسه، حاليا عندنا ولات ما بين 3 و4 أيام، خاطر العدد الكبير نتاع التحاليل اللي قاعدين نقوموا بها، والمخابر اللي هي تخدم مع ديزيفكتيف غدوي نتاع بيرسونيل دو سونتي، وان شاء الله بتعزيز قدرات المخابر هذه تقعد عمليه التقصي النشيط نتاعنا تقعد متواصله كما بديناها. احنا كي قلنا استراتيجيه نتاع تعايش، راهي معناتها استراتيجيه باش ان ما نخليوش الفيروس هذايا نحدوا من الانتشار نتاعو، لكن نخليو الحياة الاقتصادية والاجتماعية نتاعنا تتواصل، خاطر الفيروس هذايا باش يقعد لمدة سنين، راهو مش حتى باش يكمل يقعد معانا، ماهوش سنة بركة حتى باش يقعد لمدة طويلة. ما فم حتى وسيلة لحد حاليا إلا الوقاية اللي هي ترتكز على لو بور دو ماسك وعلى غسل اليدين بالماء والصابون وعلى التباعد الجسدي وعلى عملية التقصي لاكتشاف الحالات بسرعة وعزلها باش ما يقوموش بعملية العدوى. هذا احنا لحد الآن قاعدين نقوموا به بطريقة جيدة.
إن شاء الله بالإجراءات اللي اتخذها السيد الوزير لتعزيز المقابر ولتعزيز الفرق التدخل السريع في جميع المناطق، نكملوا نواصلوا في الاستراتيجية هذه متاع التقصي المبكر، خاطر مهم برشا، خاطر كل غطاء باش انك تلقى تكتشف حالة، الحالة هذيك تهجم الغطاء هذاك يتسبب لنا في حلقات متاع عدوى. هذاك علاش احنا كل مرة ندخلوا بسرعة في بعض المناطق. بالحق الفترة هذه هي ولات أصعب، خاطر الغتور متاع الحياة الاقتصادية واللي هو ما فيوش حتى شك انه يلزم يرجع، باش يخلينا معناتها فما أكثر خدمة، مش كيما كنا قبل صارونا حلقات العدوى اللي صاروا في دو ولا تخواز ايفينمون كبار اللي تم إجراءهم في أول شهر مارس، اللي هما عرس وغيميون، حاجات معروفة. توا ليزيفينمون باش يوليو أكثر، لكن احنا هذا هو، فما اولا ضروره تطبيق الاجراءات الوقائيه والبروتوكولات الصحيه اللي تم وضعها وتوفير المستلزمات اللازمه لتطبيق البروتوكولات هذه، وهذا فما خدمه كبيره، فما عده جلسات وتواصل كيف مع جميع القطاعات باش نعاونوهم، احنا نعطيوهم دليل الاجراءات وهما يلقاو الوسائل التطبيقيه اللازمه. وفما عمليه اليقظه اللي هي والتقصي المبكر اللي احنا قاعدين مواصلين فيه، وكذلك فما الكومبوزونت الثالثه انه اي شخص عنده الاعراض، هي مهمه برشا، اي شخص عنده الاعراض كان باش ما ياخذش هو الاجراءات هذه، المسؤوليه الفرديه ما ياخذ الاجراءات اللازمه، ما يعزلش نفسه حتى لين يقوم بعمليه التقصي، ولا اي شخص كان مخالط لحاله مؤكده وعشنا حتى حالات مؤكده خرجوا ومشاو، معناتها خرجوا من ديارهم، هذا معناتها يلزمنا باش نحدوا منه. احنا هذاك علاش في الخطه الاتصاليه نتاعنا نركزوا برشا على الاجراءات الفرديه والاجراءات الجماعيه، وبالاجراءات هذه الكل نجموا راهو معناتها باش نقولوا السيطره كلمه كبيره برشا، نجموا نقلصوا من حده انتشار الفيروس هذايا باش ما يخلقش للفئه اللي هي اكثر عرضه للحالات الخطره، اللي هما الاشخاص اللي اعمارهم كبيره، والا الاشخاص اللي حاملين لبعض الامراض المزمنه. احنا حاليا سجلنا العدد الجملي لحاملي فيروس الكورونا حوالي 5400 لحد اخر تحليل البارح، ومن بينهم فما حوالي 265 اللي هو اطار طبي او شبه طبي. شوفوا مثلا العدد راهو قليل، لكن احنا شفنا في المده الاخيره اللي فما العدد هذايا بدا يتكاثر، وبدا فما معناتها حالات مجمعه في بعض المراكز. هذاك علاش احنا اونتيغ لا سونيت دالارم راهو ان كا بالنسبه لنا سي بوكو، وذاك علاش فما صار اجتماع طارئ البارحة لمراجعة وتحيين الإجراءات الوقائية هذه والإجراءات اللي لازمنا نتخذوها وقت اللي تم بيرسونيل دو سونتي اللي هو كان اكسبوزي مع ان كا كوفيد بوزيتيف. هذا اللي احنا نحبوا نركزوا عليه، نحبوا نركزوا على حاجة كبيرة برشا اللي هي حاليا في فترة التعايش هذه، كل مريض يتجه لأي مركز رعاية ولا لأي مستشفى ولا أي لابوغاتوار يلزمنا ناخذ الإجراءات الوقائية نتاعنا، نعتبروه على أنه شخص مصاب بالكوفيد حتى يثبت ما يخالف ذلك. معناتها احنا باش نحميو رباحنا، فما كما تعرفوا فما برشا أشخاص لازم يكونوا ما عندهمش الأعراض، ولا حتى أنت حتى الأعراض، حتى كان نحطوا مقياس الحرارة والكل راهو ماهوش كافي. هذاك علاش يلزم كلنا ناخذوا الاحتياطات اللازمة هذه. فما حاجات دخلوا في عاداتنا جديدة باش نقعدوا نطبقوا فيها حتى لين يخلط لنا إن شاء الله لقاح ناجع ضد الفيروس هذايا. كما تعرفوا الفاكسان تاع النزل الموسمية ديما يكون موجود في الفترة هذه. توا فما إدارة الرعاية الصحية الأساسية اللي هي مسؤولة على الفاكسان هذايا مع الصيدلية المركزية، ان شاء الله يكون متوفر. اول ما يبدا الفاكسان متوفر، تعرفوا اللي تلقيح تبدا في شهر اكتوبر، توا يتم اعلام للعموم على وجود التلقيح هذايا والفئه اللي يلزمهم يقوموا بالتلقيح هذايا.